السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، حياكم الله أينما كنتم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة ومدونة زيمولي التقنية. مجال الفريلانسين أو العمل الحر أصبح يتوجه له العديد من أصحاب المهارات في مجالات مختلفة كالبرمجة، التصميم، التسويق، الكتابة، الترجمة وغيرها من المجالات. فبالنسبة للعمل الحر فهو يدر دخلا جيدا وأرباحا جيدة على هؤلاء المستقلين، كما أنه يوفر لهم فرصة العمل في أي مكان يريدونه، فيمكنهم العمل فقط من خلال المنزل. وكذلك فهذا المجال يمكنهم من اختيار الأوقات التي يشتغلون فيها، وكذلك فهو يعني يمكن أن يدر لهم دخلا إضافيا إذا كانوا يشتغلون ولديهم عمل آخر أو يدرسون، فيمكن أن يوفر لهم مصروف الجيب وأكثر كذلك. وكذلك بالنسبة لأصحاب المشاريع فيمكنهم الحصول على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار جدا مناسبة بعملهم مع هؤلاء المستقلين. وطبعا بالنسبة لمنصات الفريلانسين أو العمل الحر عبر الانترنت فهي عديدة جدا، ولكن طبعا ما يضع الفرق بين هذه المواقع وهذه المنصات هي المميزات التي توفرها. وفي هذا الفيديو جئتكم بمنصة عربية وهي منصة كفيل، التي يمكنك فيها بيع خدماتك إذا كنت مستقل، وكذلك إن كنت تريد أن تشتري خدمة معينة فيمكنك الاستعانة بمنصة كفيل وتشتري الخدمات التي تريدها بكل سهولة. فبالنسبة لهذه المنصة، منصة كفيل، توفر العديد من المميزات. بالنسبة للمميزات التي تقدمها للمستقلين هي العمولة المتناقصة، فعلى عكس باقي المنصات التي تقتطع من كل خدمة تبيعها نسبة معينة ثابتة، منصة كفيل تقوم بقطع نسبة حسب الميزانية الخاصة بالمشروع وحسب السعر الخاص بالخدمة. فإذا كنت ستبيع الخدمة من 5 إلى 100 دولار سوف يقتطع الموقع 20%. مثلا إذا بعت خدمة ب 100 دولار فسوف تحصل على 80 دولار، يعني منصة كفيل سوف تأخذ يعني 20%. وإذا كنت سوف تبيع خدمة من 101 دولار إلى 250 دولار فسوف تقتطع المنصة 15% من الأرباح فقط. وإذا كان مبلغ الخدمة التي تبيعها أكثر من 250 دولار ستكون القيمة يعني قيمة العمولة المقتطعة 10% فقط، أي سوف تحصل على 90% من السعر الذي بعت به الخدمة. وطبعا هذه الميزة لا توجد في باقي المواقع الخاصة ببيع الخدمات. من بين المميزات التي توفرها منصة كفيل للمستقلين أيضا هي فترة السحب المتناقصة. ففترة السحب يمكن أن تنقص إذا زاد ترتيبك في الموقع. بالنسبة للأرباح فأنت مثلا إذا ربحت 80 دولار من الموقع تتوصل ب 80 دولار على حسابك، يعني لن مثلا إذا كنت ستتوصل بها في بايبال لن يتم اقتطاع يعني مبلغ معين، لأن الاقتطاع سوف يعوضه موقع كفيل مكانك. من بين المميزات كذلك فهي حل مشكلة السحب والإيداع بالنسبة للإخوان في بلد مصر، فيمكنهم بدلا من استعمال بايبال أن يستعملوا فودافون كاش من أجل سحب أموالهم. وبالنسبة للذي يريد أن يشتري خدمة ويشحن رصيد حسابه فيمكنه أن يشحن رصيده من خلال ماكينة فوري بدلا من بطاقة الفيزا. آخر ميزة لمنصة كفيل سوف نتحدث عنها في هذا الفيديو هي ميزة المسابقات. هذه المسابقات طبعا هي خاصة بالتصميم، يمكنك تنظيمها إذا كنت تريد أن تحصل على تصميم معين، تضع سعر معين كمبلغ للمكافأة، ثم سوف يأتي مستقلين مصممين طبعا يصممون لك التصميم الذي تريده، أنت تختار أحسن تصميم ليتم طبعا إعطاء الجائزة للمستقل الذي صممه. وأنت كمستقل فيمكنك أن تشارك في هذه المسابقات، تضع تصميمات طبعا تصمم تصميمات التي يريدها أصحاب هذه المشاريع، وبالتالي فسوف تضاعف حظوظك بالحصول على أرباح انطلاقا من منصة كفيل. تابعوا معي هذا الفيديو ففيه أولا سوف نتعرف على واجهة المنصة من الحاسوب وكذلك من الهاتف، طريقة استخدامها، طريقة تسجيل حساب، طريقة إضافة خدمة إذا كنت مستقل، وكذلك طريقة شراء الخدمة إذا كنت صاحب مشروع وتريد أن تشتري خدمة معينة. تابعوا معي هذا الفيديو.
إذا كما تشاهدون فهذه هي منصة كفيل على الحاسوب، هذه هي واجهتها، واجهة مريحة للعين وكذلك سهلة الاستخدام. فهنا سوف تجد أول شيء هو البحث عن الخدمات. إذا كنت تريد أن تشتري خدمة معينة تبحث عليها من هنا، أو يمكنك الضغط هنا على الخدمات لمشاهدة كافة الخدمات الموجودة في الموقع. كما يمكنك أن تنشئ حساب جديد بالضغط على مستخدم جديد سواء هنا أو سواء هنا. يمكنك البحث كذلك بالضغط هنا أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب. سوف تجد كذلك من هنا المسابقات التي ينظمها الموقع والتي سوف نتعرف عليها بعد قليل، يعني سوف نتعرف على هذه الميزة. تجد كذلك الأقسام الخاصة بالخدمات المقدمة من المستقلين أصحاب الخدمات، خدمات في أقسام عديدة، وكل قسم سوف تجد فيه أقسام فرعية خاصة به. هنا تجد الملتقى سواء أخبار ومسابقة كفيل أو طلبات خاصة بالخدمات، نقاشات مواضيع عامة أو المدونة. سوف تجد كذلك هنا معرض الأعمال سواء لكل الأعمال الموجودة، لكل معارض الأعمال الخاصة بأصحاب الخدمات، أو يمكنك إضافة عمل جديد. كما تشاهدون هنا سوف تجد شركاء الموقع، سوف تجد كذلك طريقة الاستخدام سواء كنت مشتري أو صاحب المسابقة أو مستقل. كما ذكرت بالنسبة للمسابقات الخاصة بالتصميم سوف نتعرف عليها بعد قليل. هنا تجد أقسام الخدمات سواء أعمال، تقنية وصيانة إلى غيرها من الخدمات، وكل قسم تجد فيه أقسام فرعية كما ذكرت كما تشاهدون. فقط بتمرير الفأرة سوف تجد هذه الخدمات الفرعية، ويمكنك الضغط على المزيد لمشاهدة المزيد منها. هنا سوف تجد مزايا العمل في موقع كفيل، ثم هنا سوف تجد وسائل الدفع هنا في الأسفل كما تشاهدون، وسائل الدفع بالنسبة إذا كنت تريد أن تشتري خدمة فهي بطاقة فيزا أو ماستر كارد أو ماكينات فوري أو فودافون كاش، ووسائل سحب الأرباح سواء بايبال أو فودافون كاش، طبعا فودافون كاش بالنسبة للإخوان في مصر. كما يمكنك هنا التواصل مع الدعم الفني أو مشاهدة معلومات حول موقع كفيل. يمكنك كذلك التواصل مع الموقع انطلاقا من هذا المكان، تضع الاسم والبريد الإلكتروني وتضغط على بدء محادثة جديدة وتتواصل مع الموقع. إذا سوف نسجل حساب جديد، نضغط على مستخدم جديد. طبعا يمكنك التسجيل عبر حسابك سواء في فيسبوك أو جوجل أو تويتر، أو يمكنك التسجيل بشكل عادي، تدخل معلوماتك هنا، تضغط على هذا الخيار وتضغط على التسجيل. أنا لدي حساب لذلك سوف أضغط على تسجيل الدخول. طبعا بالنسبة للحساب فقمت فقط بإنشائه للتو ولم أقم فيه بأي معاملة ولا أي شيء، يعني الحساب هو حساب جديد. عندما سوف تنشئ الحساب فسوف يظهر لك بنفس هذا الشكل، سوف يظهر لك الرصيد هنا، هنا سوف تظهر لك المعلومات الاسم والصورة، ثم يمكنك الضغط على إعدادات الحساب من أجل إعداده، وهنا لدينا الخيارات الإضافية، مجموع الأرباح لديك، هنا بعض الإعلانات، ثم تجد هنا الطلبات الواردة الجديدة إذا كانت لديك خدمات تبيعها وهناك طلبات واردة، ثم لدينا المشتريات الجديدة إذا اشترى أحد المستخدمين خدمة من عندك فيمكنك مشاهدتها من هنا. هنا لدينا المسابقات إذا أنت قمت بتنظيم مسابقة في التصميم طبعا يمكنك الضغط على مسابقة جديدة من أجل إنشائها، أو مسابقات شاركت فيها تضغط هنا لتشاهد المسابقات. لدينا خدمات نشطة إذا كانت لديك خدمات، والإحالات التي يمكنك طبعا الربح منها عن طريق دعوة أصدقائك للتسجيل في الموقع والشراء منه. طبعا على كل شراء سوف تربح نسبة معينة وهي 0.5 دولار. إذا الآن بالنسبة لكيف يمكنك أن تضيف خدمة جديدة كمستقل وكصاحب خدمة، طبعا الأمر سهل جدا كما تشاهدون هنا لدينا في الأعلى أضيف خدمة، أو يمكنك الضغط عليها من هنا في خدمات نشطة تضغط على أضيف خدمة. إذا أنا سوف أضغط هنا. عندما تريد أن تضيف خدمة جديدة فهنا تحدد ما ستقدمه، ستحدد القسم هنا من أقسام مختلفة مثلا تصميم ورسوميات، تختار القسم الفرعي مثلا كنت تصمم شعارات تضغط على شعارات. هنا سوف تضع وصف الخدمة، الصورة للخدمة التي سوف تظهر مع الخدمات، رابط فيديو من موقع يوتيوب، وهذا الخيار فهو اختياري إذا أردت أن تضع مثلا فيديو يقدم ما ستقدمه في الخدمة أو يقدم نماذج لخدمتك. ثم هنا لدينا السعر، سعر الخدمة مثلا 5 دولار هي أقل شيء، وأن لا يزيد عن 495 دولار. هنا لدينا زمن التنفيذ تحدد يعني كم من الأيام التي سوف تقضيها لتنفيذ الخدمة.
هنا سوف تضع الشروط أو الأشياء التي يجب على المشتري أن يرسلها لك قبل البدء في التنفيذ من أجل تنفيذ الخدمة، وهنا تضع الكلمات المفتاحية لخدمتك. يمكنك أن تضيف إضافات للخدمة هنا بحد أقصى 5 خدمات إضافية. مثلا إذا كنت تريد، مثلا أنت كمصمم للشعارات تريد أن تضيف خدمة وهي أن تعطي الزبون اختيارين، تضع هنا يعني الاسم الخاص بالخدمة، يعني ما ستقدمه في هذه الإضافة، تضع السعر الخاص بهذه الإضافة، يعني سوف يكون مثلا وضعت $5 سوف تضع هنا مثلا $5، أي المشتري سوف يدفع لك $10. ثم لدينا هنا زمن يضاف على زمن التنفيذ أو إلى زمن التنفيذ، يمكنك التحديد من هنا، إن لم يكن سوف يتغير تضغط هنا على هذا الخيار لا يغير من زمن تنفيذ الخدمة. يمكنك بعدها الضغط على أضف خدمة ليتم إضافتها، سوف يتم مراجعتها وبعد ذلك تقبل وتضع طبعا في الخدمات، سوف تظهر مع باقي الخدمات. طبعا أنت كصاحب خدمة عندما تضيف هذه الخدمة سوف تتوصل مثلا برسائل من عند أصحاب المشاريع، عند المشترين سوف تصلك الرسائل هنا في رسائل، هذه الرسائل سوف تجد منها جميع الرسائل هنا أو يمكنك أن تختار المرسلة أو الواردة. لدينا هنا كذلك الإشعارات سوف تجدها هنا، ثم هنا لدينا المشتريات، هذا بالنسبة إن كنت أنت سوف تشتري. لدينا هنا الطلبات الواردة، هنا سوف تظهر لك الطلبات التي وردت إليك من عند طبعا أصحاب المشاريع أو من عند الزبائن والمشترين للخدمات. طبعا يمكنك البحث هنا على خدمات إذا كنت أنت هو المشتري، أو يمكنك الضغط على خدمات من هنا لتشاهد كافة الخدمات الموجودة في موقع كفيل، ويمكنك طبعا الفلترة حتى تظهر لك الخدمات التي تريدها بالتحديد، فيمكنك تحديدها من الأقسام هنا أو يمكنك الضغط هنا على الأقسام وتحددها سواء من هنا أو من هنا كما ذكرنا. مثلا تصميم ورسوميات، تضغط على تصميم ورسوميات وسوف تجد الأقسام الفرعية هنا، مثلا تريد شعارات تضغط هنا على شعارات فقط على سبيل المثال أنا أريكم الآن. طبعا بالنسبة للفلترة فيمكنك اختيار كذلك من هنا سواء التي أضيفت حديثا أو الأكثر مبيعا أو تحدد حسب السعر من الأقل للأعلى أو العكس. ثم لدينا كذلك هنا في الأسفل يمكنك الفلترة حسب وقت التسليم، حسب تقييم الخدمة أو حسب مستوى البائع أو حسب السعر، تضع هنا مثلا الميزانية الخاصة بك وتبحث حسب هذه الفلاتر. مثلا تصميم شعار بالخط الكوفي المربع، مثلا هذه الخدمة فقط على سبيل المثال، طبعا هنا سوف تجد التقييم، تجد السعر، زمن التنفيذ، طلبات قيد التنفيذ أو طلبات المباعة، ثم تجد هنا تفاصيل الخدمة. طبعا يمكنك التواصل مع البائع ومشاهدة معلوماته من هنا، تتواصل معه بالضغط على تواصل مع البائع، عندما تضغط عليها طبعا فيمكنك وضع هنا نص الرسالة، تحدد هذين الخيارين بأنك قرأت شروط الاستخدام ولا يوجد وسائل التواصل خارج الموقع، تضغط على أرسل ليتوصل بها صاحب الخدمة ويتواصل معك. ثم لدينا كذلك هنا يمكنك شراء الخدمة، يمكنك طبعا إضافة إضافات للخدمة من هنا، تحدد الإضافات التي تريدها يعني تضع عليها العلامة، ثم تطلب عدد مرات طلب الخدمة تضعه هنا، سوف يظهر لك المبلغ الإجمالي، ويمكنك شحن الرصيد أو الدفع بواسطة رصيدك إذا كان رصيدك طبعا كافي للدفع. ثم سوف تجد هنا أحدث التقييمات كما تشاهدون هنا. ثم هنا لدينا خدمات أخرى مقدمة من نفس البائع، هذا كل ما يوجد. إذا الآن بالنسبة لعندما تقوم بشراء خدمة فهنا سوف تجد مشترياتك كما تشاهدون، طبعا هنا سوف تجد الرسائل وهنا الإشعارات، يعني هذا الشيء هو شيء عادي جدا. إذا الآن بالنسبة لمعرض الأعمال، هنا يمكنك أن تشاهد كل أعمال المقدمة من طرف أصحاب الخدمات هنا، أو إذا كنت أنت هو صاحب الخدمة فيمكنك إضافة عمل جديد إلى معرض أعمالك أو الضغط على أعمالي لمشاهدتها، يمكنك كذلك إضافة عمل جديد من هنا. إذا الآن بالنسبة لهذا القسم الخاص بالمسابقات، طبعا هذا القسم هو خاص بالتصميم تحديدا، فهنا يمكنك إضافة مسابقة جديدة، تريد مثلا أنت أن تحصل على تصميم معين سواء تصميم شعارات، تصميم داخلي وديكور إلى غير ذلك من الأقسام الخاصة بالتصميم،
عندما تضيف هذه المسابقة طبعا تضغط عليها هنا، تضيف العنوان، القسم طبعا هو التصميم، تضع القسم الفرعي، الوصف الخاص بالمسابقة، الشروط والنقاط التي يتوجب على المقدم أن يأخذها بعين الاعتبار، يعني مقدم العرض. هنا فترة المسابقة وزمن التنفيذ، تضع هنا قيمة الجائزة التي هي بحد أدنى $20. ثم إذا أردت أن تضيف ملفات تضعها هنا، ثم تضغط هنا على نشر ليتم نشر المسابقة الخاصة بك. أو يمكنك إذا كنت صاحب الخدمات وكنت مصمم أن تشارك في أحد الخدمات المقدمة من هنا. أما بالنسبة لباقي الأشياء فهي أشياء عادية في الموقع، مثلا حول الموقع إلى غير ذلك. إذن كنا الآن قد أحطنا بجميع الأشياء المتعلقة بطريقة استخدام موقع، طريقة شراء خدمة، طريقة إضافة خدمة، طريقة المشاركة في مسابقات أو وضع مسابقات جديدة. إذن الآن دعنا نمر إلى الهاتف لنشاهد طريقة استخدام الموقع من الهاتف. إذن هذا هو موقع كفيل على الهاتف، كما تشاهدون فهو نفس الشيء بالنسبة للحاسوب، فهو متوافق مع الهاتف جيدا وسهل في الاستخدام عليه. نفس الشيء يعني بالنسبة للحاسوب كما تشاهدون، يمكنك التواصل مع الموقع انطلاقا من هذا الزر في الأسفل هنا. وطبعا بالنسبة للأقسام التي تكون في الأعلى سوف تجدها هنا، الخدمات، المسابقات، الأقسام، الملتقى أو معرض الأعمال، أو يمكنك البحث كذلك. مثلا تضغط على الخدمات هنا لتجد الخدمات. يمكنك كذلك تسجيل دخولك على حسابك أو تسجيل حساب جديد انطلاقا من الهاتف، يعني نفس الشيء في الهاتف هو الذي في الحاسوب، لذلك فأرى أنه لا داعي طبعا لتكرار نفس الشيء في الهاتف. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أنه أعجبكم وأنكم استفدتم منه. طبعا رابط تسجيل في منصة كفيل موجود أسفل هذا الفيديو. كنت معكم أنا صديقكم إيهاب من قناة ومدونة زيمو للتقنية، دمتم في أمان الله.